أخبار اليوم. شايف غياب النجوم ازاي على بعض النجوم المهرجانات؟ يعني هو ثقافة، مفيش ثقافة على الرغم من مشاركتهم في مهرجانات مراكش وابو ظبي. مفيش ثقافة ان فكرة ان انا اروح في مهرجان بلدي، يعني دي عايزة ثقافة. الجيل القديم عنده يسرى وليلى والهام وغيرهم، الحقيقة انا اسف كان اكيد نسيت بعض اسماء، عندهم هذه الثقافة. الجيل اللي بعد كده تغيب عنه، مش مسألة بيثبت، هو له افلام جيدة وبتعرض في مهرجانات وبتعرض في الجوائز وله افلام رديئه، فهو شأنه شأن اي منتج سينمائي. يمكن ارتبط صوره ذهنيه عند الناس، مش بس النقاد، لا عند الناس، بدليل كان في حملات مقاطعه على النت لافلامه، فارتبطت بانه بيقدم اعمال رديئه، ان كل اعماله رديئه. لا، في جزء منها لا شك رديء. يعني متوقع له جائزة في المهرجان السنة دي؟ مسألة توقع جائزة يعني أو عدم توقع، المسألة يعني لأنك أنت بتاخد جائزة بالمقارنة بالأفلام الأخرى، فدي نسيبها لغاية ما الأفلام كلها تعرض.